عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، والذي فلق النوى ونشأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأطلب من الله عز وجل أن يشفي كل مريض ومريضة، وأن يلبسكم ثوب العافية والصحة والسلامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأردت بفضل الله عز وجل أن أعطيكم وصفة، وهي وصفة روحية. هذه الوصفة يعني وأريد أن أتكلم باللهجة المغربية ليفهم المغاربة خاصة، ويفهم الناس عامة بإذن الله جل وعلا. هذه الوصفة بإذن الله ما كتسراش وما كتباش. هذه الوصفة بإذن الله عز وجل هي وصفة جميلة زكية طيبة قوية بإذن الله جل في علاه. قال رب جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الوصفة وقد أضع لها عنوان بإذن الله عز وجل: كيف أقهر الجن الذي تلبس بي. كيف أقهر الجن الذي تلبس بي. فالجن كما قال ربي جل في علاه أو الشيطان: خلق الجان خلق من مارج من نار. الجن خلق من نار، يعني من لهب النار. والروح التي يعني في الجسد هي عبارة عن نفس، نستنشق نملأ صدورنا بالنفس ونقول الحمد لله على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف أقهر هذا العدو الذي دخل جسدي ودمره؟ فيجب عليك أختي، ويجب عليك أخي الكريم، أن تتوكل على الله أولا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإذا عزمت فتوكل على الله. والله يا حبيبي الغالي، أنت أفضل من الراقي، أنت أفضل من الراقي. الراقي سبب من الأسباب التي يعني يعالجك بها، تقرأ القرآن يعطيك حلا، يعطيك حلا بإذن الله جل في علاه. وهذه المسائل يعني يعرفها الذين يأتون عندي، يعني يأتي حركة رقها، وكنعطي بفضل الله عز وجل الحل. إذا كانت مسألة كتبغي تتبع راه كتبع، ما كانش مسألة كتبع فكنعطي برنامج وكتبعه في الدار بإذن الله جل وعلا. أولا، عليك بقيام الليل ولو بركعتين، لأن الله عز وجل يكون في السماء الدنيا فيقول: من دعاني أستجب له، بقول ربي جل وعلا: أدعوني أستجب لكم. عليك بقيام الليل ولو بركعتين، عليك بالصلاة في وقتها، عليك أختي بالحجاب الشرعي، عليك أخي بكثرة الاستغفار، عليك أختي بالوضوء، وعليك أخي بالوضوء أصلا. لماذا هذا؟ لنحيي تلك ذلك القلب، سبحان الله، لنحيي القلب حتى يحيى القلب. كن قويا أخي، كوني قوية أختي، كوني منضبطة، كوني متمسكة بدينك. كن قويا أخي، وكن منضبطا، وكن متمسكا بدينك. وأقسم بالله، إن كنت قويا ومتمسكا ومنضبطا ومستقيما، تقهر ذاك الجن الذي في جسدك. وأنت أيضا أختي، أقسم بالله، إن كنت قوية، ليس القوة قوة، يعني ليس القوى قوى الجسد، لا، القوى قوى الإيمان. الإيمان يجب عليك أن يكون إيمانك قويا. أقسم بالله، إن كان إيمانك قويا فوالله الذي لا رب سواه لا يستطيع الجن أن يدخل إليك. لماذا الجن طغى؟ لأننا ابتعدنا عن طريق الله. الجن طغى لأننا ابتعدنا عن طريق الله جل في علاه. لكن لو تمسكنا بالعقيدة وعرفنا معنى التوحيد، عرفنا معنى التوحيد وانضبطنا واستقمنا، نقهر الشيطان. كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر، عمر يذهب من هذا الطريق، الشيطان يرى عمر يفر من طريق آخر.
لماذا؟ لأن القلب متعلق بالله. أقسم بالله، لو تعلق قلبك برب البريات تقهر ما بداخلك. أقسم بالله، والله لا خوف، الخوف من الجليل، من غيره كما تقول المغاربة ديالنا، من غيره كذاب. الخوف من الله عز وجل، لا أخاف من شيطان ولا من جان ولا من مشعوذ ولا من ساحر، بل أخاف من الله. وإن خفت من الله عز وجل يعطيني الله سبحانه وتعالى ملائكة تحرسني لأنني أخاف منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.